أساسي للتطوع أنه أنا كشخص أحب بلادي، أقدم لها كل شيء، أفديها بروحي مثل ما يقولون. فالتطوع شيء بسيط نحن كمقيمين على هالدولة ولا مواطنين أن نحن نقدم هالدولة، فهذا هو التطوع. أنا حتى لو أني أمشي أشوف واحد ويعبر الشارع يحتاج مساعدة أساعده، هذا التطوع. بدأت فكرة الفريق في 2015، كانت مجرد فكرة، ليش ما نسوي فريق تطوعي نقضي من خلاله على سلبيات كثيرة شفناها في التطوع، كنا كمتطوعين جربنا التطوع، ولله الحمد بدعم كبير من الأهل وبدعم كبير من التيم اللي كانوا معاي، اللي كان هدفهم الأساسي صدق نشر ثقافة التطوع الصحيحة، قدرنا نكون الفريق، وإحنا الحين في السنة الثانية تقريباً. لاحظنا في تمييز بين الأسامي في الفرق، كل حد يبغي اسم فريقه بس يطلع، نحن ما يهمنا اسم فريقنا يطلع كثر ما يهمنا عدد الموجودين، المتطوعين الموجودين، عدد المشاركين، الإيجابيات اللي ياسين نحصلها من فعالياتنا، والهدف أن نحن نجمع كل هالفرق التطوعية تحت مسمى واحد اللي هو التطوع، بدون التمييز بين مسمى فريق وفريق آخر. هي نحن نركز على الصغير قبل الكبير، عندنا يعني فاتحين المجال حتى حق اللي عمرهم سنتين. طبعا انا قصتي دخلت التطوع كنت احس عمري مجبره، لشان اختي يطلبونها وانا اروح معاها. طبعا مع الايام لا بديت اميل للتطوع، غير وايد من شخصيتي، غير وايد من نفسيتي، فتح عيني على امور انا ما كنت اشوفها. وثاني شيء تقديم مساعده الشخص براحه نفسيه وبضمير، يعني انت من نفسك قاعده تقدمينه، شعور حلو. عام هذا العام عام 2017 طبعا حكومتنا اطلقتها باسم عام الخير. الحكومه تشجع على التطوع، تشجع على العمل المجتمعي، هذا روحه حافز لنا، حافز الفرق التطوعيه انها تبدع، انها تبتكر، انها تسوي مبادرات تكون غير خارجه عن المألوف عشان تفيد الوطن.